شي واحد تيقرا في المدرسه ياك عنده جوج المواد، واحد الماده فيها المعامل 6 اللي هي الصبر، واحد الماده فيها المعامل 1 اللي هي الصيام. تيسول واحد شي واحد اللي هو تيدير غير الماده ديال الصلاه ديال الصيام وما دارش الماده ديال الصلاه، ما نقولش لا، لا نقول ليه جائز وجمع النقاط واش عندك معدل، فهمنا؟ غادي يجمع ما عندوش معدل، غاديش يقول لي لا بلي ما تصليش ما تصومش، هي قول لي سير غير من المدرسه وصافي، لا 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 لا، غادي نقولوا ليه شوف راه الا جمعنا النقاط راه ما عندك معدل، لان اللي تينجح واللي تيسقط هي هذيك الماده اللي فيها المعامل بزاف اللي فيها نقطه بزاف اللي هي الصلاه. الصلاه عماد الدين، من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين. بحال شنو نعطيو مثال في هذاك، بحال شنو نعطيو مثال، نعطيو مثال ديال الخيمه. الخيمه تيكون عندنا لوسات وتيكون عندنا الفسطاط، الفسطاط شنو الفسطاط؟ وهذاك الثوم، هي هذه الخيمة هي، واش يمكننا نعيشو وسط الخيمة، وسط الخيمة هذي، أحنا دقينا الوتاد، أحنا درنا الثوم، حزبنا مع الوتاد، يمكن لي نعيش وسط الخيمة ولا ما نعيش؟ خصنا ندير العماد، خصنا ندير العمود، إلا ما كاينش غادي ندير، نبقى ناعس أنا في وسط سميتو، لا، خصنا ندير العمود، فلهذا إلا درت العمود، ها الخيمة كاينة. حيت العمود واخا يكون الوتاد واخا يكون الشيء راه كاين خيمه. هذه هي الصلاه. الصلاه عماد الدين، من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين. واخا تكون الصلاه الصيام ويكون الزكاه والحج ما كاين والو. ثم غادي نسولو هذا اللي هو تيصوم وما تيصليش، علاش؟ إذا كنت تطع سيد ربي، راه سيد ربي افرض عليك الشهاده هي الاولانيه. ومن بعد ذلك قال لك صلي. عاد قال لك صوم. انت قلت لي يا سيدي ربي انا بغيت راه ينصر، انت ما تتعبش الله، تتعب العادات والتقاليد، حيت شتي كاع عندنا صايمين راك صايم حتى انت، وكون قالوا في الاذاعه اللي بغى يصوم واللي بغى يفطر غتكون انت من الاولانيين اللي اللي تتفطر، وتقول الله العظيم هذيك الايامات الا كانوا قاهريننا وعرفتي كنت كيفاش ندوز، الله دابا عطاونا الرخصه كيما داروا شي عسكر في الصحراء المغربيه، تيقولوا لهم كل بسيم عليك وتيسمع بالجنة الناس يجي في الكيران راك من العائلة ديالو وتيكمي في النهار ديال رمضان. يقول لي علاش؟ يقول لي راه العلماء قالوا لنا كلوا. هذا على سبة. هي اللي قال لي كل، يعني بحال بغيتي تاكل ولا شي حاجة ولا وكلوك بالسيف عليك ردك اليامات. ولهذا هنا الإنسان اللي هو تيصوم تيصوم وما تيصليش، هذا ما تيعبدش الله، تيعبد. ولكن ما نقولوليش لا ما نديرهاش، لا لا لا، غير صوم. جبد لي مع راسك بعدا، وفي النتيجة عرف راسك راه ساقط. انت تدي حتى تطرق مع التلاميذ وجايبهم ولكن راك ساقط، اما حيت تقول ليه لا ويبقى جالس ليا في الدار مستريح مع راسو معنا درتي فيه خير، لا 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 خصو يدير هذيك وقول ليه الاخرى خصها باش يكمل.